Hello everyone, assalamu alaikum. My name is Khalid from Food and Fun with Khalid. أنا خالد من Food and Fun with Khalid. القناة ديالي فيها طبخ وفيها بزاف ديال الفرفشة وفيها شي شوية ديال المعقول بهالك دوكا وراه في طنجة. My channel has food and fun, of course, like Food and Fun with Khalid. I'm just a normal guy with huge appetite. أنا just بنادم عادي ولكن عندي واحد الشهية قد هكا. So sit back and enjoy. ريح وتفرج. مكديرين لاباس عليكم كلشي مزيان صحة لاباس كلشي بخير الحمد لله. Hi guys, how you doing? Everything is good. I hope everything is good. So اليوم عاوتاني في خلال داك الاكل الصحي البحي المحي غادي نديروا واحد املو ديال الشوفان. Today we're going to make oat butter. So I'm going to add another ingredient in it to make it tasty, healthy and energetic. غادي نزيد في هاد املو واحد الانغريديون اخر غادي يجعلو صحي ويجعلو مزيان يعني اللوغو ديالو مزيان و ميم طون كيعطيك انرجي. دونك هاد الانغريديون هو الحمص, لا بودغ ديال الحمص, تشيك بي باودر. سو شنو لي زانغريديون اللي عندنا بيان سور الماكينه ديال الطحانه, الاماكن ديال الطحانه. عندنا الشوفان غادي نديرو نص كيلو ديال الشوفان على حسب. اهم حاجه هي الزيت. انا ما غنديرش زيت ارغان, ما عنديش زيت ارغان, عندي شي شويه كنبغي خطرة ناكلو. يوجوالي اي هاف تو يوز ارغان اويل بات ام نوت غانا يوز ات. سو اي هاف سوم افوكادو اويل, عندي زيت ديال المحامين, كيشدو المحامين كيخرجوا من الزيت في المحكمه ديال لافوكا, الزيت ديال الكوك كوكونا oil and some olive oil. So I'm gonna probably use all the oils, and if it's too runny I'm gonna add more oat. So the first thing we're gonna do, I'm gonna add my oat. غادي نزيد الشوفان ديالي هو الاول, الشوفان نزيده, غادي نزيد ربعه ديال لابودغ ديال الحمص. I'm gonna add 1 cup of chickpea powder. سباتشيلا علاش؟ لان خطره غتوقفوا الماكين وغديروا سباتشيلا حيت هذا الشيء كيلصق في الجناب. اوكي غادي نديروا الزيوت كامله ونشوفوا ديك الساعه اش غيوقع. We're gonna add coconut oil, الزيت ديال الكوك, الزيت ديال المحامي وزيت العود. ما كاين لا سكر لا والو, no sugar added. No sugar added, alright? I don't add sugars anymore. I mean, if you want to add sugar, you can, but I'm not. Okay, so I'm going to do this here. I'm going to have grind. I'm going to have grind. Then, yellow. Shifu'a'me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 
نشوفو كيداير لنراه كيف هو. شوف كيداير. جميل جميل جمال. عرفتي شنو باقي جاري؟ ماشي بحال كو بغيتو انا نورمالمون. هذا هو املو ديال المغرب. شتي ها هو، هذا هو املو ديال المغرب نورمالمون. كيكون جاري كيحطوه في الفطور ولا في الكوتي كيبقى يغمسو. انا بغيتو يكون شويه قاصح باش كندير داك الخبز كنسخنو وكندهن. المغرب ندهي مزيان، نزيد واحد نص رابعه، نزيد واحد نص رابعه باش نخدروه نخدروه. وتحل الصيف خدره. يلا 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 دابا وقفات، وقفات ديال المعقول. عرفتي الشوفان، هاد املو ديال الشوفان ما داكش تصرف فيه.
هو زوين وبنين ومرضي الوالدين. ولا شي زين هذا دابا ولا قاصح هذا دابا انا ذوقه عاوتاني يوم شوف انا ولعش قصتي تا من كطير القرعه فين نديرو زوين نحيدو هذه شتي ها هو لو فوالا لو فوالا لو فوالا لو فوالا لو فوالا غنديرو اي صدوقه دابا ونكبوه بعدا نكبوه جميل عاد تشرب الدب ندير صدوقه نكبوه يلا بصحتنا ودابا دابا كون معايا هذا كنقولوا لي حنا املو الناس هنا غايقولوا لي الزبده يقول لي الزبده الزبده ديال الشوفان مع دوك الزيوت اللي درنا فيها داكشي يا سلام كون منكم انايا ديروا بحالي ما تبقاوش كاع تشدوا الزبده والله العظيم منين كتجي ديك الزبده والله اعلم البقر راه كيكون دايز معدا شي محل كيشوف الزبده كيدير كاع ما ديالي بعد 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 شتي هيا الزبده درناها هنايا في القرعه جات مخيره باقا سخونه معنيت فينا معنيت فينا الجوع كوز ام هانغري سو وي غانا دو غانا تيك بيجو نشدو خبيزات نديرهم في التوستر نديرو كاسكروت ديال المعقول حنا مالنا صافي نقرملو مزيان نحطوهم هنا صافي حيت ناخدو الزبدة ديالنا تيك اور باتر شتا تي لو فوا تي فوا الزبدة كاينش تخشيش الزبدة نيت كندير وحده فوق وحده وراك لي صدواقة هنا بسم الله هنا والله العظيم هادشي زينة This is really good Actually, so this is the first time actually I made this, and actually it tastes really, really good. So this is it for our episode today. We made the oat butter with the chickpeas and olive oil, not argan oil, olive oil, coconut oil, and avocado oil. So صايبنا اليوم املو. قاصح ما بغيتش انا ما كنبغيش نصايبو جاري بالشوفان وبلا بودغ ديال الحمص لو حمص ما درناش فيها املو درنا شويه زيت العود شويه ديال الزيت زيت ديال الكوك وزيت ديال المحامي زيت ديال لافوكا وهذه الحلقه ديال اليوم ونخليكم على خير وبخير حتى الحلقه الجايه الاسبوع الماجي ان شاء الله سي يو نيكست ويك اند تيك كير باي باي